وبالعودة إلى ملف إدخال المساعدات الغاثية والإنسانية عبر معبر رفح، ينضم إلينا من هناك مراسلنا سمير عمر. سمير، أبرز المعطيات لديك وطبيعة الشحنات التي تدخل الآن إلى معبر رفح. يعني لعل أبرز الشحنات العربية التي وصلت بالفعل إلى مطار العريش ومن ثم إلى معبر رفح، القافلة الإماراتية التي تحمل نحو 273 طنا ضمن قافلة الفارس الشهم الثلاثة، والتي وصلت إلى مطار العريش بالفعل وهي في طريقها إلى الدخول إلى معبر رفح. إلى جانب ذلك تصطف العربات والحافلات التي تنقل المساعدات الإغاثية المصرية التي انطلقت يوم أمس من القاهرة بعد أن تفقدها رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ومن ثم تدخل كذلك إلى معبر العوجة ومن ثم إلى معبر رفح للدخول إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إضافة إلى دخول الحافلات التي تقل الوقود والسولار إلى قطاع غزة. لكن مروج لعل يكون العنوان الأبرز اليوم هو خروج الأطفال الخدج من قطاع غزة إلى مصر، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. نحن الآن في انتظار وصولهم عبر بوابة معبر رفح، وبالفعل هناك عدد من عربات الإسعاف المجهزة بحضانات الأطفال موجودة داخل معبر رفح في استقبال أو في انتظار بالأحرى الأطفال الخدج الذين غادروا بالفعل مستشفى الشفاء ومستشفيات قطاع غزة في طريقهم إلى الأراضي المصرية حتى يتم نقلهم إلى المستشفيات شمال سيناء وأيضا مدن القناة، وبعضهم يصل إلى مستشفيات القاهرة. إجمالا الوضع في شمال سيناء، سواء عندما وصلنا إلى مطار العريش كان هناك أربع طائرات، طائرة كويتية وقطرية وعدد من الطائرات الإماراتية بالمناسبة أيضا ما زالت موجودة، إضافة بعد ذلك وصلنا إلى هنا إلى معبر رفح حيث تصف على مسافة نحو 2 كيلو متر الشاحنات المصرية لتنقل المساعدات الإغاثية والطبية، فضلا عن حالة التأهب القصوى في المستشفيات بعد أن نغادر معبر رفح في انتظار وصول أطفال الخدج. سيكون هناك محطة أخرى في مستشفى العريش العام الذي يستقبل في البداية جميع الجرحى قبل أن يتم نقلهم إلى مستشفيات الشيخ زويد وبير العبد والإسماعيلية وبورسعيد وأيضا عدد من مستشفيات القاهرة. صحيح أن وتيرة دخول المساعدات، وتيرة دخول الوقود إلى قطاع غزة تصاعدت، ولكن وفقا لتقديرات الهلال الأحمر المصري والقطاع الطبي في غزة فهذه المساعدات تبقى أقل بكثير من المطلوب، ومن ثم فإن المطالبات بزيادة وتيرة دخول المساعدات والوقود إلى قطاع غزة تتزايد. لذلك إلى ذلك أيضا خروج الجرحى والمصابين لتلقي العلاج في مصر أو خارج مصر، كان هناك مبادرة إماراتية لعلاج 1000 فلسطيني من أبناء قطاع غزة وكذلك مبادرة تركية في ذات السياق، هي تتزايد ولكن أيضا تبقى أقل من المطلوب. يبقى العنوان الأخير وهو المتعلق بخروج حملة الجنسيات الثالثة أو المزدوجي الجنسية. بالأمس كان هناك عدد كبير من هؤلاء، واليوم تتواصل السلطات المصرية تواصل استقبالها لهؤلاء تمهيدا لخروجهم ومن ثم انتقالهم إلى البلدان التي يحملون جنسياتهم. شكرا جزيلا لك من معبر رفح مراسلنا سمير عمر، أشكرك.